اهلا غزالات، كيف دايرين؟ بخير، اموركم بخير، صحتكم مش كتعاودوا؟ المهم اختي، غادي بديت لكم هذه المقدمه، بديت لكم هذه المقدمه حتى النهار عندي يا ربي تستر صافي. المهم النهار هذا غادي نمشي ان شاء الله اسكندريه باش كنقلب على واحد الدواء، وعاد تليفوني خسر لي، غادي نمشي نصاوبو صافي. المهم انتم معنا في هذا النهار. السلام عليكم، كديرين؟ بخير، اماكم بخير. كنسجل لكم هذا الصوت، غادي تشوفوني شويه عيانه. هذا الفيديو هذا كنت فيه شويه وليت واحد شويه، فهو مسجله لكم بالصوت وداكشي، ولكن ثاني نهار المهم صحت مريضه بزاف، ولهذا غادي تسمعوا صوتي، يعني صوت مختلف الفيديو وصوتي انا. فالحمد لله كما قلت لكم، يعني نهار مريضه نهار قاده، هادشي اللي عطى الله. المهم قلت ضروري ما ننزل لكم فيديوهات، لان غبرت عليكم بزاف الناس، فمسامحه. هنايا كنت كندير، درت عجنت شويه الخبز ديال الشعير صافي، ودرت هذا الحوت هذا، يعني متبع الريجيم، درت هذا الحوت هذا بحال تقولوا قليته غير في الاير فراي، عرفتوا كل الناس كيجي كيجي زوين بزاف. المهم الناس كما قلت لكم، قليتو غير في الاير فراير، فكتجي كيجي زوين، كيجي احسن من داك المقلي بالزيت وداك الشيء، خصوصا بالنسبه للناس اللي عز عليهم الزيت، غير جربوا هذه الطريقه اللي عندكم الاير فراير. حاجه ثانيه كنقول لكم، سمحوا لي قبلت عليكم بزاف صراحه، ولكن الحمد لله راكم عارفين الظروف. المهم هنا درت ها هو الحوت كيفاش كيجي، وطحنت ديك الشوربه ديالي بالخضار، وزدت عليها شويه ديال الربيع صافي. مشيت كنحاول غير كنجمع شويه الروينه، باش المهم ما تبقاش هكذا الروينه الالعاب هادشي، كنحاول كنجمعهم مره مره. ماكم عارفين، ما تبغيش، انا من النوع اللي مثلا بغيش واخا نكون مريضه ما كنبغيش نشوف الروينه دايره بيا، لانه ملي كنشوفها دايره بيا عاد ما كنزيد نمرض صراحه، عشان تزيد نمرض كنبقى نفكر انا مريضه طار مرونه، فهمتوا؟ كيجيكم ديك صافي، كتوليو بحال عندكم داك الضعف، فكتقولوا اللهم نجمع شي شويه بحال هكا، اللهم العمش ولا العمى صافي. غير جمعت شويه شويه الالعاب، شويه الحوايج، شويه هادي، هادو هما شي حاجه اللي كيرو من الدار، اما الباقي راه ساهل. هنا كان عندي واحد خزو البنات كان في الثلاجه بقى، والوا شنو كندير لي انا؟ اي خضره عندكم، علاش بغيت نشارك معكم هذه الفكره، اي خضره عندكم كتلوى كان كترميوها، لا ما تبقاوش ترميوها البنات، غادي تبيتوها في الماء الليله كامله، نهار الثاني غتلقاوها بحال جبتوها من الارض، ماشي من عند الخضار صافي. هنا نقيتو وقاديتو وهكذا، درت ليه غير واحد الغلوه جوج غلوات، سلقتو صافي وخبيتو في الثلاجه. المهم تديروه في عصير ولا ديروه مع في طويجين صافي، هادشي اللي كيمشي. ضربت واحد الشطبه هكذا وجمعت هاد الزربيه، حيدتها حتى هي باش المهم ما تبقاش تجمع الخبره وما تبقاش تجمع داكشي، ونيت باش نشطب تحت منها لانها مسكينه شحال هذه ما تشطبات. جمعت هاد المخيدات هما حيدتهم حطيتهم، البنات راه كنجمع وكنرتاح شويه، كنجمع وكنرتاح. تما كاينه غتبان لكم واحد الروينه تما، اي حاجه كنتفكرها كنحطها تماكينه باش من المهم ما ننسى حتى شي حاجه. هنايا صافي جمعت الحوايج، الحوايج اللي قديت عليهم جمعتهم، حيدتهم الالعاب جمعتهم انا. تليفوني خسر ليا، تليفوني وقف في صباح، وقف سميتو مات الله يرحمه. كان جبنا هنا نصاوبو، جينا نشوفو نفس واحد الدوايات كانوا ناقصيني، وصافي هادشي اللي كاين البنات. المهم نتوما معايا صراحه، غبرت عليكم ولكن كنت عيان شي شويه، هذيك الشيء علاش. ف كل نهار ونسقط، نهار كنصبح شويه، نهار كنصبح عيانه، نهار كنصبح رجلي منفوخين، ما كنقدرش كاع نهائيا نصور. فالحمد لله. المهم هو محمود اش كدير هكاك؟ قد فمك، عيب عيب لا كيعيف بابا. واحد مره كان دار الدرس وكيبقى يدير هكا، بقيت نمر عليه، عيب ماما عيب. لا عيب، انا كنشوفك راهي عينيك كنشوفك. شنو والله اكبر عماره عاليه، قال لي الله اكبر. محمد ها هو كان حط عينيه دابا التليفون، قال لنا استنوا واحد 10 دقائق الا غنديروا شي حاجه، قال لك الا خدم ليا هذيك، الا ما خدمش راه مات الله يرحمه. هو المهم صافي دابا غادي نشوف التليفون، ومن بعد غادي نمشيو ان شاء الله نتحركوا لتحت.
ياك شنو هي هادي؟ قال لك شكون عطاها لك محمود؟ شكون عطاها لك؟ نعم عايشين التشرط ناري السهد السهد محمد راه جاي من الخدمه تلاقينا معاه من الخدمه السهد 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 اسكندريه و... لا البرج البرج فيها الرحمه والله هنا عشان البطوله والبحر بس وعامره لانه الناس كيجيو يصيفوا فيها بحال دايره بحال شكل الشمال بسيط يجيو يصيفوا هنا عامره 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 شحال ديما جينا حنا واقيله ياك شحال ديما جينا شهر ديال الحياة ما جيناش شحال درت لهنايا شحال هذه ما جيناش والله الا لانه الطبيب مشينا كنا كنمشيو ليها حدانا ماشي حدانا ولكن بعيد علينا شويه في العجمي كنا كنمشيو ليه تما وهنا ما جيناش لانه كنزحام والشمس ايوا اليوم اضطرينا نجيو هنايا قال لك 10 دقائق محمد ياك التليفون ولا ما فاقش في خشه ايوا لمات لا ما فقط في مال البر يفتح وشوف فيه المشكل عندي فيه المصانع عندي فيه المصانع عندي فيه الخدمه ديال السلعه وديك الشيء ودابا نتسناو حتى نشوف ان شاء الله شنو كاين ولكن شاء الله ما فيش حاجه يعني هو داوي وانا نطفي قال لي فصلتي قال لي محمد سكين والله الا مسكين محمد كانت كتقول اش كانت كتقول لك امي الله يرحمها مسكين لا كانت كتقول لك درويش يا درويش دابا هما عندهم هنا في مصر درويش يا داك الطلاب هو اللي مسكين بحال مسطي الدرويش هو اللي الله يعني. درويش هو بحال داك المسطي مسكين كتقول لي درويش قال لي علاش كتقول لي درويش مالي انا مسطي قلت لي درويش عندنا هي مسكين يعني طيب غلبان زعما بحال العصير محمود خاصو السوسير ديال العصير حق الله يعني زعما في هاد الصهد هذا ديال برك في دارك وحط حداك شي مروحه ولا سير شي بحر بقى تخشى فيه تما كاينه خاصها نتسناو التليفون عرفتي اختي صوبت التليفون صافي تصاوب لا فين مسحكم المهم صوبناه اي اش كيدير لك يدير لي بحال الانعاش قال لك محمد يديروا لي انعاش قلب قلت لهم صوبت التليفون يديروا لي بحال انعاش ديال القلب ولا ما عرفتش داك الشيء عرفتوا الصباح الصباح طافي والله العالي ما عرفتش مال انا تحبوا طافي لي الشارج ساعه صدق صافي مسكين سكت ليه القلب هو المهم حطوا على واحد اللعيبه هو يخدم غادي جينا لهاد الشارع فيه الحوايج فني هاد البلاصه هادي عمرني ما جيت ليها شنو سميتو محمد هذا؟ هاد البلاصه عبد الناصر فيه الحوانت واعرين فيهم الحوايج كل حوانت كل محلات ديال الحوايج زوينين طيب زوينين انا نوريكم شويه صندوق معاك مع راح فين بس اي صندوق الاسكندر الاسود دار كان جابوه دار زمان وما لبسوش مش عارف حتى ما هيك مش عارف هل يا ترى احنا مش وهذا زوين هذا لبيسه ماشي ناخذو هنا هاد الاستاذ محمود سميتها العوامه قلت محمد خذ لي عوامه ديال الدلاح ما بغاش اجي تعال اجينا هنايا دابا هي كانت عند واحد الوحده محمود وخسرات لي وصافي قلنا ناخذ احتياطي حتى شي نهار ديالنا للبيسين اي حماق ليا البنات على البحر والله هي غير حماق ما اي تاع الدلاح راهي ما انا عزيز عليا الدلاح كيحمقني اتاخذ لي هذه الدلاح دلاحه عوام الدلاحه كيعض فوق من فوق 54 راه ما فيهش هذا طويل طب دابا سي
هادو زوين 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 هادو هذا احنا دقيقة بابا نخلص مشوار ماما ونشوفه وادلع بس الكرسي شو كاين هادو كبار هادو ديال سعود اكس لارج 8 7 اساسين أشكال وأنواع. بس 550 في حاجة بربعمية هنا. تدخل من هناك في ربعمية ما أعرف شو. بس مقاسة محمد. وصل على 9 إكس لارج. والله. بغيت نقول لكم غادي نمشي دابا نخرج نمشي ندي محمود دابا محمد في الخدمه ولكن مشى عند واحد الدوره ديال الخدمه تابعه للخدمه المهم حتى يرجع ان شاء الله غادي نتلاقاو مع مويا وغادي محمود باش بقاش يضيع الوقت عندو محمود باش يحسن شعره وانا غادي نمشي للصالون ونمشي شويه قد شويه هاد الفيغوره صباح النور شد الظلمه ماشي علاش ما دايرش هنا شويه صافي خشي وغادي نمشي نجيب شي حاجه خاصه يني صافي هادشي اللي كاين غنمشي شي نجيبو شي حاجه تخاصني بالنسبه للسفر وداكشي اختي ما قلتش لكم ما قلتش لكم اختي غادي نسافروا المهم قلنا اختي المهم قلنا شحال هادي صراحه نشوفوا الناس انا من قبل من رمضان وانا بحال داك الروبو داك الروبو اللي غير خدام ما تيرتاحش انا بحال هكا دك 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 تلقاك وحده تهزك وحده تحطك خلاتها امي الله يرحمها كتقول لك يهزك في السراح حطك يحطك العيان مهم من وحده لوحده 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 اش غادي نقول لكم عرفتوا تنحس دابا بواحد العيان واحد العيان بواحد الحياه والله دابا كنقول محمد ما كرهتش نمشي شي بلاصه فيها علمه وفيها الخضره وشي دار هكذا نحل نلقى الماء الخضره ما لقاش بنادم وحق الله المهم حاولنا يعني شحال مره صراحه عييت فاش مرضت وداكشي نفسي ديالي زيرو المهم غير ما بغيتش نقول لكم داكشي بلي ديطاي ولكن قبل ما نمرض اصلا كانت جاتني ديك الحاله جاني ديال البكاء وديال تنتفكر شحال من حاجه تنتفكر الميتين وتنتفكر الحيين وكنتفكر وكنتفكر الخايب وكنتفكر الزوين كلشي كتجيني هذه الحاله كنولي فواحد الهستيريا صافي ما كتبقاش كتولي زعما ليا الدنيا يعني عاد ولا مشي طراجين كحله فالمهم كما كتعرفوا هاد العام كلشي غلا راه كلشي راه الناس اوروبا مساكن تيكيت كلشي 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 داكشي كلشي غالي انك تسافري زكا محمود انك تسافري داخل البلاد كلشي غالي اللهم لك الحمد صافي درنا بناقص وخصوصا ملي دخلنا في هادشي ديال الطبيب ديال الدويات راه فين تخيلوا شحال ديال الدواء شحال ديال الطبيب قلنا الحمد لله اللهم لك الحمد صافي يلا نتكافاو مع هادشي ويلا نتكافاو مع مدرسه محمود ان شاء الله ويلا نتكافاو مع شحال من حاجه صافي وصافي قلنا لي شي نهار مثلا نهار الجمعه ولا شي حاجه نشوفوا شي بيسين لان محمود غيحماق محمود غيحماق وغيتسطع على البحر راه عرفتوا البنات راه دارت ولا كي عنده واحد سميتو واحد العوامه والله العظيم تقبات كي كاين في خليه با وكيبقى يتخشى فيها هنا وكيبقى يطلع فوق الكرسي ويتلاح يقول لك البحر واش غديروا الوليدات ما تقدروا ما حنا نقدروا نصبروا نقدروا عارفين الظروف ولكن الوليدات ما مساكن والو ما تيعرفوش صافي هادشي اللي كاين البنات المهم صافي سلمنا امنا الله والحمد لله المهم تا صراحه محمد قال لك فاجئنا وحبت بهاد السفريه والحمد لله الحمد لله الشكر لله المهم هي شكرا الحمد لله شكرا لله اختي بوجو الرحيم الله هادشي اللي كاين المهم انتم معايا في الفيديوهات ونخليكم اختي معايا متزابي ان شاء الله نسافروا مع بعضياتنا شوفوا رانا اختكم بحالي بحالكم راه انا اختي العام كله وانا في الدار العام كله وانا من هاد الحيوط العام ما غير الا ربي حن علينا وصافي الحمد لله ولكن اختي ملي غنخرج ما نخليكمش في الدار ديكم معايا اختي اللي ما خرجاش تفوج معايا ورانا بحالكم بحالي بحالكم يعني ما يبقاش فيك الحال سوا خرجتي سوا ما خرجتي هادشي راه غير خرجتي الجريده وداكشي ولا عايح جهه البحر وبركتي واحد النهير والله الا صافي كتفاجئي
فالمهم هانتوما معايا اختي وان شاء الله نقول لكم فين غنمشي وفين غنسافروا. من دابا كنقاد غادا نمشي ندي محمود يحسن وغادا نمشي انا كما قلت لكم غادا نجيب شي حاجه خاصيني بين ما تلاقينا مع محمد. راه تعطلت عرفتوا راه مقلي حتى نزلت الشمس شويه لانه محمود اليوم صبح ليا سخون على الصباح سخون فداك الشيء علاش. المهم اختي الحمد لله دابا غادي التليفون راه تصاوب الحمد لله ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نخرجوا نمشيو نديو حسن. يلاه محمود يلاه عرفتوا انا البنات رجليا ما نقولش لكم رجليا راه من فوق شربت كلشي الدوايات ما فهمش كلشي الدوايات شربتهم وتا حاجه ما حيدت ليا هادشي التصويره. يلا محمود فين هما السوارت بغيت نجيبو السوارت. صبر بغسخ انت يا صور قطعتك